هذه المبادرة أخذتها يعني الجزائرية للتأمينات جي جي ألجيريا بالشراكة مع الكشافة الإسلامية الجزائرية، هي مبادرة تضامنية وكذلك تحسيسية على حوادث المرور للتخفيف من الحوادث خلال شهر رمضان المعظم وتحسيس السائقين من الحد من السرعة. تتمثل المبادرة في يعني تقديم وجبات تكسير الصيام للسائقين. النقطة المهمة في هذه المبادرة هو أنه الحفاظ على سلامة عابري الطرقات وكذلك الحد من حوادث المرور. لهذا السائق معناتها يتوقف أمام الحاجز، ومشكورين يعني رجال الدرك أنه وفرونا كل التسهيلات في تقديم هذه الخدمات. يعني هذه المبادرة يعني مبادرة ممتازة وتدخل يعني في الجهود المبذولة من طرف جميع الشركاء لمجابهة ظاهرة العنف المروري خاصة في هذا شهر رمضان، وخاصة يعني ثواني قبل يعني عملية الإفطار.